بقى نشوف مشهد الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. احنا بنتكلم في 3 شهور هتوصل لفين؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن انسحاب بايدن، فرص ترامب، ماذا ستفعل كاميلا هاريس. معنا على الهاتف دكتور هاشم كريم المحلل السياسي الأمريكي، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. دكتور هاشم كريم المحلل السياسي الأمريكي، أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أكيد أن المشهد في الولايات المتحدة الآن هو ربما يعني مش عارفة كيف سيتم وصفه أو إزاي هيتم وصفه، لكن المشهد دلوقتي غامض، وخاصة بعد انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية. كيف تقرأ المشهد الآن؟ المشهد الآن أن الحزب الديمقراطي جاء متأخرا في قراراته، وهذه المجلة I have a copy of it الأسبوع اللي فات، وهو كان طلب من بايدن ان هو يجب ان ينسحب وما كانش لسه اعلن. صحيح، ان فعلا كانت صوره قاتمه، وكان واضح تماما هتبقى هزيمه كبرى للحزب الديمقراطي، وبالتالي هو خد القرار وانسحب تماما من هذا الموضوع. الانسحاب جاء متاخرا وفتره محدوده جدا للانتخابات القادمه. صحيح. ولكن اعتقد كاميلا هاريس هي المرشح الاساسي في هذا الوقت، ريجاردلس مين يقف معاها او ما يقفش معاها، لسببين. السبب الاول ان الاموال التي جاءت في التبرع للحزب الديمقراطي لا يمكن لاحد الاعضاء الجدد ان يستولي عليها ويستخدمها في الاعلانات. الوحيد اللي ممكن يستخدمها كان بايدن وهاريس، وبالتالي حاليا سهل جدا ان هاريس ممكن تستحوذ على هذه الاموال وتبدأ في الدعايه. ثانيا هي كان لها مشروع، انها كانت قبل كده المدعي العام في كاليفورنيا لفتره طويله وكانت معروفه، والسبب الثاني ان هي كانت في الكونجرس والسنت وكانت من مرشحين للحزب الديمقراطي وقامت بجهد كبير جدا، وكانت اكبر المهاجمين على بايدن اثناء الانتخابات 2020 وهو اخذها معاه. فاعتقد هي لديها الفرصه أكبر بالنسبة لها من أي مرشح آخر ديمقراطي. ولكن الحزب الديمقراطي حاليا فعلا يعني لا أستطيع أن يقول أن هو يقدر يوحد صفوفه بسرعة ويستولي ويعلن تماما إيه هي الخطط المطلوبة في هذا الموقف. ترامب أخذ الفرصة، كما تعلمين، خاصة بعد ما حصل الهجوم عليه ففي تعاطف كبير جدا معاه. صحيح. وبالتالي أصبح هو المرشح الوحيد للحزب الجمهوري. طب خليني اسال حضرتك في هذه التفصيله تحديدا يا دكتور هاشم، احنا بنتكلم عن مرشح للرئاسه، هو كان رئيس سابق للولايات المتحده الامريكيه، وبنتكلم ان هو كان او خاض مناظره ربما كانت لصالحه، كمان محاوله اغتيال قدمت يعني كفرصه على طبق من ذهب لجمع كثير من المؤيدين ربما كانوا لسه لم يحسموا امرهم عن اختيار الرئيس الامريكي. ظهور كاميلا هاريس في هذا التوقيت مع المده الصغيره، احنا بنتكلم على 3 شهور لخوض الانتخابات في 5 نوفمبر، هي الان ما زالت في مرحله جمع، يعني انها تحصل على الاموال، انها تعمل دعايه، انها تختار نائب او الحزب يختار نائب، كثير من الاجراءات، هل من الممكن ان تكون هذه الاجراءات ايضا مؤثره في حسم النتيجه الانتخابيه الاخيره؟ طبعا اذا اختارت نائب يعني له موقف سياسي واضح للحزب الديمقراطي ومعروف لدى الديمقراطيين في امريكا، اعتقد ده هيكون عامل مهم جدا. والحزب الديمقراطي فيه مجموعة من القيادات اللي حتى كان ممكن ترشح للرئاسة، ومع هذا هي ممكن تختار أحد هؤلاء يكون معاها موجود كنائب رئيس، وده ممكن يتم خلال من 24 ل 48 ساعة. أما الأموال فستتحول الأموال اللي هي حاليا في حوزة بايدن وهم حوالي 60 مليون دولار، الوحيد اللي ممكن يستخدمها كان بايدن وكاميلا هاريس. لو جه مرشح جديد غيرهم لا يستطيع، هيبقى في صعوبة بالظبط، فكان لازم يقوم تاني بعملية البحث عن متبرعين بتاخد وقت. الحاجة الثالثة اللي ممكن تساعدها لو الحزب وقيادات الحزب قامت بدور كبير في الولايات وبالدعاية المطلوبة، ممكن فعلا يعني تبدأ تنهض العملية. لعلمك اللي هم منتخبين الحزب الديمقراطي عددهم أكبر من الحزب الجمهوري. صحيح. لو اتحدوا، وهي طبعا هيبقى في عامل اخر
ما بيتكلموش عنه كتير، لان هي طبعا هتخلي السود الامريكي يتعاطفوا معاها جدا اساسا، والنساء بالنسبه لامريكا، وطبعا بعض قيادات الحزب الديمقراطي اللي هو كان يهمه جدا القيام بالعمل. فديت ممكن تبقى صوره. How it goes it will come، يعني في الايام القليله القادمه لما تيجي او ما حدش يحاول يطلع اي مشاكل لها، وهي كانت قبل كده في الكونجرس يعني التطورات هذه. لا زالت فرصه ترامب فرصه قويه ولا نجح؟ احنا اكيد يعني هنتابع هذا المشهد لانه ممتد يا دكتور هاشم، يعني احنا يعني اكيد العالم كله هيترقب ما يحدث في امريكا خلال الايام الماضيه الى يوم حدوث الانتخابات. انا بشكر حضرتك جدا دكتور هاشم كريم المحلل السياسي الامريكي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك.